دبي المدينة المتلألئة على الخليج، هنا يقام حدث مميز لسباق السيارات، إذ تستضيف حلبة أوتودروم وللمرة السابعة السباق في دبي. الحلبة التي بنيت أساساً لسباقات الفورمولا 1 تشكل تحدياً كبيراً للسائقين، خاصة مع المسافات التي تتطلب سرعة عالية والتعرجات الصعبة. في العام الماضي شاركت سيارة المرسيدس SLS AMG GT3 للمرة الأولى، وفوراً انتزعت المركز الثالث، أما هذا العام فالطموح أكبر. ولكن المنافسة حامية، فسيارة الفيراري GT3 تبدو أيضاً مرشحة بقوة للفوز. هنا السيارة الفائزة بنسخة عام 2011 مع تصميم جديد BMW Z4 كوبي من فريق شوبرت ريسينج، وفي هذا العام سيدعم السائقين الفريق المحلي الصقور السعودية، ويتولى القيادة عدد من السائقين بينهم الألماني يورغ مولر. أجل، لقد سبق لي الفوز بعدد من سباقات 24 ساعة، اثنان منها على حلبة نوربورغرينغ، كما حللت ثانيا في لومون، فلدي خبرة في سباقات المسافات الطويلة، ولكن في هذه الدورة فإن حركة المرور هي الأهم، فهناك أكثر من 70 سيارة في المضمار وبعضها بطيئة. ويبدأ السباق بانطلاقات قوية، وبعيدا في المقدمة هناك سيارة فيراري، ثم تهجم عليهم سيارة لامبورجيني. فئات مختلفة من السيارات الهاوية والمحترفة تتنافس في هذا السباق، وهذه الفوارق الطولية في المسافة تعطي اختلاطاً متشوقاً. وفي وسط الميدان يمكن أن تصبح الأمور ضيقة جداً. تغيب الشمس لتعلن عن ليلة طويلة من التنافس بين السائقين. أحد متصدري السباق هو سائق الفيراري ذات الرقم 2، تصطدم به سيارة فايبر. انكسرت مجموعة تعليق العجلات، ولكن يمكن للفيراري أن تسير حتى الصندوق. الأمور تسير بشكل أفضل مع صاحب المركز الثالث في العام الماضي، المرسيدس SLS. بفضل الأبواب المجنحة أصبح تغيير السائقين يتم بسرعة كبيرة. الآن يجب التأقلم مع الأقطار الليلية. الآن ستبدأ المراوغات، هناك ازدحام كبير ويجب الحذر، ولكن بالمجمل لم تواجهنا مشاكل مع السيارة. أحياناً تتعلق بعض الأشياء بالعجلات بسبب البلاستيك الكثير في الطريق، لكن كل شيء سار على ما يرام. تأتي الألعاب النارية التقليدية عند منتصف الليل معلنة انتهاء اليوم الأول، وذلك لأن السباق يتواصل بدون استراحة. وبالمقارنة مع طراز عام 2011، فإن البي ام دبليو مع فريق الصقور السعودية وشوبرت صارت أعرض، ولديها نظام التعشيق المعروف من سباقات الفورمولا 1. حاولت الضغط قدر المستطاع، ولكن المخاطرة كبيرة في هذا الزحام. ثم رأيت المرسيدس وقد أصبحت أمامي بعد أن كانت خلفي، فحاولت على الأقل أن أبقى خلفها مباشرة حتى لا أفقد موقعي وأتعرض لخسائر أكثر أو أصطدم. فالقيادة في الظلام تحتاج لكثير من المناورات. ولكن حتى بعد شروق الشمس تحدث اصطدامات، وبشكل غير مخطط يسير تسونامي البورشة على 3 عجلات، بينما يترك الليل أثره على الآخرين. وفي الجولة الأخيرة يحاول السائقون إعطاء كل شيء عندهم. استبعاد هذه اللامبورجيني قبل النهاية كان مرا للغاية. وبعد صراع قاس لمدة 24 ساعة انتهى السباق لتخطف سيارات المرسيدس SLS المراكز الثلاث الأولى، بينما جاء حامل اللقب سائق البي ام دبليو Z4 في المركز الرابع. لتحضر التقاليد الإماراتية في تتويج المنتصرين. أنهك السباق السائقين، وهذا ما يزيد سعادتهم بعد 24 ساعة من السباق في دبي.